السلام عليكم أحبتي، صف السادس الابتدائي. درسنا لهذا اليوم حل مناقشة سورة النجم. أخذنا في الدرس السابق حفظ سورة النجم ومعاني الكلمات، ومن خلال المعنى العام وقراءة المعنى العام نستخرج أجوبة المناقشة. أولا، من المقصود بقوله تعالى صاحبكم؟ يكون جوابك هو رسولنا محمد صلى الله عليه وآله. هنا عندنا النقطة الثانية من المناقشة، بما أقسم الله سبحانه وتعالى وعلى ما كان قسمه عز وجل. يكون جوابك هنا جواب النقطة الثانية، أقسم الله عز وجل بالنجم إذا سقط من مكانه ليرمي به الشياطين. جواب النقطة الثالثة من المناقشة، هل ينطق رسول الله عن الهوى؟ هنا يكون جواب إن الذي ينطق به رسول الله صلى الله عليه وآله ويدعو إليه ويعمله ما هو إلا وحي من الله يوحى إليه. هنا عندنا النقطة الرابعة من المناقشة، من هو شديد القوى؟ هنا جواب يكون جبريل عليه السلام. هنا النقطة الخامسة، ما معنى السدرة وما الذي يوجد عندها؟ هنا ما معنى السدرة وتعريف السدرة وما هي السدرة؟ وهي شجرة عظيمة سميت سدرة المنتهى لانتهاء علوم الخلائق إليها، وهي عن يمين العرش لا يتجاوزها أحد من الملائكة، عندها الجنة التي تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء المتقين. يعني ما معنى السدرة أو تعريف السدرة؟ نفس الشيء. سادسا، من أين أسري الله تعالى برسوله صلى الله عليه وآله وإلى أين؟ من أين أسر الله تعالى برسوله صلى الله عليه وآله وإلى أين؟ يكون جواب النقطة السادسة هنا، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.